بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، الكتاب مثل القواعد الأربع، قلنا نفهرسه إلى ثلاثة أقسام: المقدمة وفي عنوان السعادة، وأهمية دراسة التوحيد، وذكر القواعد الأربع، يعني قلنا ذكر الشبه مع الرد عليه. نعم، عند أحوال الناس عند المصيبة انقسموا إلى أربعة أقسام: الأول متسخط، حكم التسخط كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يصل إلى الشرك الأصغر، وقد يوصل إلى الأكبر. والتسخط كيف يكون؟ بالقلب وباللسان وبالجوارح. الثاني الصبر، حكمه واجب خطأ، والواجب بالإجماع، ما في خلاف يعني، تمام. الثالث الرضا، وحكمه مستحب. والرابع الشكر، وهذا أعلى المراتب، أحب وأحب، تمام. اجلس. نعم يا أخي. الناس ينقسمون في بالنسبة للنعم إلى قسمين. نعم. قبل النعمة قلنا أن كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي ابتلاء، اختبار، امتحان، تنجح أو لا. وهذا قبل النعمة لا بد أن يكون التعلق بالله لا بغيره. فهذا الذي يتصور بعض الناس لو تعرف عليه الرئيس وكذا، هذا كله تعلق بغير الله. أين حكام العرب؟ ماذا صنع؟ وأين العروبة؟ وضيعون المشايخ وضيعون كذا. الله المستعان. والثاني بعد النعمة يشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح غيره. أخوان. نعم. عنوان السعادة ثلاثة: عند السراء تجد شاكر، وعند الضراء صابر، وعند المعصية مستغفر، فهذا هو السعيد، تمام. غير هذا الشر. نعم، ما أسمع والله، ما أسمع. يقول أن المطيع للنبي صلى الله عليه وسلم حقا ماذا يصنع؟ لا يلتفت للشبهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لابد نحذر أخواننا من الشبهات، خاصة الأيام هذه، كل يوم ترد آلاف ملايين الشبهات. وقلنا الرد على الشبهات يكون من طريقين: طريق مجمل وطريق مفصل. الطريق المجمل هذا يعرف كل موحد بشرط أن يصغي لكلام الله وكلام سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أن هذه الشبهة لا أعرفها ولا أعرف الرد عليها، أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وعندنا نصوص محكمة بينة لا يمكن أحيد عنها ولا أسمع لكم، صحيح، وتنتهي الشبهات أخواني، تمام. غيره. ها يا أخي. إذن أمتار العمل الشرك على مدار الصلاة بإمتار الوضوء. نعم. إذن أمتار العمل الشرك. تمام. يقول أن المؤلف رحمه الله قال أن الحدث إذا دخل في العبادة أفسدها، كذلك الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. نعم، بدون تقول قسنا، بدون تقول قياس، تمام. غيره. ها يا أخي. أن الشبهة الأولى أو القاعدة الأولى أنهم قالوا نحن لا نعبد إلا الله، ونقول أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. قلنا لابد أن تكون كل العبادات لله، لو عبادة واحدة صرفت لغير الله فقد وافقوا الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة الثانية يريد منهم القربة والشفاعة، فكل من طلب القربة والشفاعة
قلنا هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر، وبهذا كفرهم الله سبحانه وتعالى وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشبهة الثالثة أنه قالوا الشرك محصور في عبادة الأصنام فقط، أما عبادة الصالحين عبادة الملائكة قالوا هذا ليس بشرك. قلنا عندنا أدلة كثيرة جدا فأن الله سبحانه وتعالى كفر من عبد الصالحين، عبد الملائكة، عبد الأولياء، عبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك وشرك. والقاعدة الرابعة الأخيرة قال أن الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كان شركهم في السراء وفي الضراء يخلصون، ومع هذا كفرهم الله. وأهل الشرك في زمان نسأل العافية والسلامة شركهم دائم في السراء والضراء، فلا بد أننا نحذرهم ونقول لهم اتقوا الله. كيف إذا كان الكفار كانوا أقل شرك، أي إن صح التعبير نقول أقل شرك، هو كل شرك أصلا، وكان عندهم إخلاص في الضراء والشرك في السراء وكفرهم الله، فما بالك بمن شركهم دائم في السراء والضراء نسأل العافية والسلامة. غيره؟ نعم. ما سلكوا يحبط العمل، ولهذا لابد تحذر من الشرك، لابد تخاف على نفسك، لابد تستغفر تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الخليل، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. أنواع أحوال الناس عند المصيبة، متسخط وراضي وصابر وشاكر، تمام. لا، الشفاعة ما أخذنا، الشفاعة نريد نأخذ إن شاء الله، جزاك الله خير. طيب يكفي هذا. قواعد أربع إخواننا يبقى فيها كما قال الشيخ جزاه الله خير، الشفاعة ما هي؟ هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. جلب نفع، قلنا هذا الطالب يريد يدرس في الجامعة الإسلامية، جاء لدكتور من الدكاترة قال أريد أن تشفع لي حتى أقبل، حي وحاضر وقادر، أعتقد أنه سبب يصح، هذا جلب نفع. وهذا الطالب صدر قرار فصله من الجامعة الإسلامية، فجاء للدكتور وقال أريد أن تشفع لي حتى يلغوا قرار الفصل، دفع ضر، تمام. إذن الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع ودفع ضر، تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية. المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، مفهوم؟ أما فيما يقدر عليه المخلوق قلنا تصح بالشروط الأربع، حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب، تمام. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، تطلب من الله لا من غيره، تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. جمعت هذه الشروط الثلاثة بقوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، مفهوم؟ تمام. هذه الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، تطلب من الله سبحانه وتعالى من غيره، تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، وعامة لكل موحد، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الملائكة عليهم السلام، الصالحون، كل موحد، حتى الأفراد الأطفال يشفعوا، مفهوم؟ تمام. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، والعامة ثلاثة أقسام. الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى في أهل الموقف، أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق. الثاني الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. الثالث الشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأن أبواب الجنة مغلقة تحتاج إلى شفاعة، فمن يشفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويستفتح ويفتح له عليه الصلاة والسلام. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أقسام: الشفاعة العظمى، وفي عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، عامة لكل موحد. الشفاعة في رفع الدرجات، كما نصلي الآن على الجنازة، إيش تقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، صح؟ في رفع الدرجة. الثاني الشفاعة في من دخل النار،
من الموحدين أن يخرج منها. الثالث الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخل. أما الكافر المشرك شرك أكبر لا يمكن يدخل الجنة، فهو نسأل عافية السلام إذا مات عن الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار. مفهوم؟ يلا قوم أعطينا الشفاعة. تنقسم إلى شفاعة مثبتة ومنفية. المنفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر على الله شرك أكبر. والمثبتة أثبتها الله لنفسه، تطلب من الله سبحانه وتعالى من غير بشروط ثلاثة: إذن ورضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. وتنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة. خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وفي عامة بطالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة فتح أبواب الجنة. والعامة لكل موحد في رفع الدرجات، ومن دخل أو استحق دخول النار من الموحدين أن يخرج منها. شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. وسخر الله سبحانه وتعالى أبو هريرة رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فهي لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. أسأل الله يجعلنا وإياكم منه. مفهوم؟ نعم. طيب، بهذا ولله الحمد أتممنا يعني شرح مختصر للقواعد الأربع. وقلنا أن القواعد الأربع هي تقريبا مختصر لكتاب كشف الشبهات. لماذا لا ندرس كشف الشبهات؟ هذا ليس لي ولا لكم، هذا للعلماء. والأصول الثلاثة تقريبا خلاصة لكتاب التوحيد. ولهذا أخواننا سماع الكتب، سماع الأشرطة، هذا اللي يردكم اليوم. انتبهوا يا أخواننا، والله سنسأل عن هذا الذي يأتينا ونتفرج فيه ونسمع. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. كيف تسمع السب؟ كيف تطيب نفسك وتسمع سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سب الصحابة وتسمع؟ قال: إما أن ينكر أو ينصرف. إذا بقي هذا حكم، حكم السار، ما بقي أن تلعب وتسخر وتستهزئ إلا بهؤلاء. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إخواننا انتبهوا من هذه الأمور، خاصة طلاب العلم. يمكن لو نغلق الباب الآن، باب المسجد، ونقول عندنا تفتيش الآن لإيش؟ جوالات، نجد طمات. شوف يضحك الشيخ، صحيح والله يا شيخ، مشكلة مشكلة. انتبهوا يا إخواننا من هذا الأمور، احذر. ها؟ أو بلوك، خلاص انتهى الموضوع، تمام. لا لا، في كتاب التوحيد إن شاء الله. متن الدروس المهمة لعامة الأمة. الشيخ بن باز رحمه الله ألف رسالة مختصرة، وسبحان الله في كتب مطولة أحيانا وما تجد لها قبول، وكتاب مختصر وسبحان الله. ما هو أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله؟ ما هو اللي يعرف يرفع اسمه؟ أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله. حسن المسلم خطأ. الكتاب الشافعي لا. أربعين نووية لا. نعم، أوقف. أي كتاب تريد؟ يقول أي كتاب؟ كل الكتب. نعم، خذ أعطي بقي الواحد. خذ رياض الصالحين، تمام. أكثر كتاب طبع، يقال، يقول هذا العلماء ليس مني، أكثر كتاب طبع بعد كتاب الله هو رياض الصالحين، تمام. تعرف الإمام الذهبي؟ معروف الإمام الذهبي، له مؤلفات وكذا. الإمام الذهبي يقول رحمه الله، يقول: ليتني أعرف ما السر الذي بين النووي وبين الله. من يقول هذا؟ هذا الذهبي
وله مؤلفات وكذا. بن عثيمين رحمه الله يقول أنا أتمنى أن يكون عندي كتاب مثل رياض الصالحين. هذا من؟ بن عثيمين رحمه الله. مفهوم الشيخ؟ وهو يقول كان النووي رحمه الله يقول لا أجعل في حل، لا أجعل في حل، يعني لا أسامح من لقبني بشرف الدين أو محي الدين أو كذا. ما يريد الألقاب، مفهوم يا أخي؟ وبعض الناس قال أنا أستاذ دكتور. نعم طيب، فهذه الكتب إخواننا وضع الله سبحانه وتعالى القبول في الأرض. هذه الرسالة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى ترجمت لغات وتنفع لغير المسلم والمسلم الجديد والمسلم غير الجديد، ولكل دورة ولكل مكان سبحان الله. ليش؟ لأن فيها أشياء تهم من المسلم حتى غير المسلم حتى المسلم الجديد. ماذا فيها؟ قال فيها حال المسلم مع القرآن وحال السلف مع القرآن، تمام، وفيها التوحيد وما يضاد التوحيد الشرك، وفيها الصلاة، وفيها الوضوء الطهارة الاغتسال، وفيها الآداب والأخلاق الإسلامية، وتجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه. كم قسم؟ ست. من يعيد لي الأقسام الستة؟ سبحان الله، أقسام ستة الآن ذكرتها. ها إخوانا ما انطلعتوا على شو اسمه الدروس المهمة؟ حال السلف مع القرآن، هاي بسم الله وانت واقف، حال السلف مع القرآن، خلاص هو هذا الأول. والثاني التوحيد وما ضد التوحيد الشرك والصلاة والوضوء الطهارة والاغتسال والتيمم وتجهيز الميت والتكفين والصلاة عليه والآداب والأخلاق الإسلامية، تمام. بعض الناس هدانا الله إياه، بعض طلاب العلم هدانا الله إياه، يتكبر على العلم والعلماء. قال نعم هذه دروس مهمة لمن؟ لعامة الأمة. وأنا طالب علم، أنا لست من عوام الأمة، صح؟ تكبر على العلم والعلماء. نقول تعال نسألك عما في الدروس المهمة، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مبطلات الصلاة، شروط الوضوء، فروض الوضوء، فروض الوضوء، نواقض الوضوء، شروط لا إله إلا الله. أجبت أنت أعلى من عوام الأمة، وإن لم تجب عوام الأمة أفضل منك، صح؟ يا أخوان الطالب لا يتكبر، والله هذه المتون العلمية العلماء نصحوا بها. لماذا؟ نصحا لله لكم حتى تتعلم تضبط. لو ضبطت هذه أي شيء بإذن الله يسهل عليك تقرأ وتفهم. أنت تظن بن عثيمين رحمه الله عنده مكتبة عامرة؟ لا، بن عثيمين رحمه الله عنده بعض الكتب ممكن دولاب واحد، لكن هذا الدولاب الكامل كله هنا. فهمت الشيخ؟ أي نعم. فإذا ضبط شرح كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية بإذن الله أي كتاب يأتي يشرح يستطيع يشرحه، صحيح أو لا؟ أي نعم. شيخنا الشيخ حيد جاء إلي طالب وقال أريد تشرح لي النحو. قال يا ولدي أنا نحو السعوديين ما أعرفه، أنا أعرف أشرح لك نحو الشناقطة. قال لا، نحو الشناقطة ما أريد، أريد نحو السعودية. ما في نحو السعودية نحو شناقطة أصلا، مفهوم؟ أي نعم. فالآن لو ضبطت الفرائض مثلا أي كتاب يأتوك في الفرائض تشرحه، ما الإشكال يا شيخ؟ مفهوم الشيخ؟ أي نعم. أي كتاب يأتيك بالمذهب الشافعي مذهب حنبلي ما في إشكال، المهم أنك تضبط إيش الأصل. ولهذا المتون العلمية هذه مهمة جدا، مفهوم يا أخي؟ الآن إذا ضبط الواسطية استطيع يشرح إيش طحاوية، إذا ضبط واسطية هنا عنده سهل جدا. لكن قلنا لا تتفلسف، لا طبعا ينظر شرح كذا، لكن لابد يكون عنده إيش عمدة أصل يعتمد عليه يتكئ عليه، تمام. دروس مهمة لعامة الأمة. نبدأ أولا بحال السلف مع القرآن. هل ترك السلف حفظ القرآن؟ لا. هل حفظوا بلا تدبر وعمل؟ لا. ماذا كان حال السلف؟ حفظ يومي
نعم. إذا لابد يكون عندك حفظ يومي. قبل هذا تصحح القراءة، لأنه كل واحد منا يظن قراءته صحيحة. صحح القراءة على إنسان عالم مدرس كذا، صحح القراءة، ثم بعد هذا تحفظ، وابحث عن تفسير مختصر، لا تبحث وراء المطولات. ابن جرير، ابن كثير، ابن كثير في السابق اعتبر من المختصرات، الآن يعتبر عندنا من المطولات بالنسبة لنا. نعم صحيح. فأنت ابحث عن تفسير مختصر، مفهوم؟ لا يستطيع عاقل ينكر عليك إذا كنت تقرأ في تفسير ابن سعدي وتحفظ القرآن، لا أحد يستطيع يقول أنت لست على طريقة السلف، مفهوم؟ أي نعم. فخذ تفسير مختصر مثل تفسير ابن سعدي رحمه الله،